مفيش شركه ناجحه الموظفين بتوعها مش شاطرين. اي شركه عشان تبتدي اول حاجه بتعملها ان هي تختار الموظفين الصح اللي هي الناس اللي بجد شاطره في مجالها. فما ينفعش وانت بتتفرج على الفيديوهات بتاعتي تقول خلاص كده انا فهمت داتا اناليسز وهشتغل في جمال تك. لا مفيش حاجه اسمها كده. انا شخصيا عشان اشتغل في جمال تك اول حاجه ان انا قعدت سنه بدرس على الموقع وخلصت كل الكورسات وخدت كل اساسيات البرمجه وبعدين عرفت ايه التخصصات اللي موجوده في الشركه وازاي غلطه قد كده من اي حد ممكن تاثر على الشركه كلها. فعشان كده اخترت تخصص داتا اناليسز. كنا اتكلمنا قبل كده انك لازم تدرس الاودينس بتوعك، بس الاهم بقى من انك تدرس الاودينس بتوعك انك تفهم انت نفسك عايز تقول ايه، يعني لازم تدرس هدفك انت شخصيا. طيب احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن الاولمبياد في فيديو البشمهندسه جنى ايمن، مش عارفه الاي هتطلع منين يعني بس هي تطلع فوق، فانت خش شوف الفيديو الاول. في الفيديو ده او في الداتا دي يعني كان في كولوم بيتكلم عن جنسيه اللاعب اللي خد ميداليه، فخلينا مثلا نفكر في تشارت ممكن تعمل بروبورشن للدول اللي بتاخد ميداليات. مثلا في تشارت اسمها تري ماب. التري ماب دي بتبقى مستطيل كبير متقسم لمستطيلات صغيره، كل مستطيل فيهم حجمه بيمثل نسبته، يعني مثلا اكبر مستطيل فيهم اللي هو عندنا هنا في التشارت دي يو اس اي، دي اكتر دوله خدت ميداليات. وعشان نخلي الموضوع واقعي اكتر وميك ات سنس يعني دي ميداليات، فخلينا نقسمهم ثلاث حاجات: ذهبي، فضي، برونزي. وطبعا اتكلمنا قبل كده قد ايه الالوان مهمه، فانا مش هتكلم في الموضوع ده تاني، فهنخليهم بالوان. تخيل بقى وانت بتشرح الكلام الجميل والمتعوب فيه ده. تمام، حلو قوي الكلام دوت، بتجيب سيره العالم كله. طب مصر يعني صوره جامد برضه. نيجي احنا نرجع نبص على التشارت مش هنلاقي مصر فعلا، مع ان مصر اخدم دليل زي ما هو قال. طب فين مصر يا جماعه؟ هتكتشف بقى ان في مستطيلات صغيره مش مكتوب عليها اسم. طب مش مكتوب عليها اسم ليه؟ عشان مساحتها الصغيره مش مكفيه اي ليبل. طيب احنا هنلاقي مصر ازاي بقى؟ اول حاجه هنعملها عشان نلاقي مصر ان احنا نعمل اكسكلود لكل او استبعاد يعني لكل الدول، وبعدين ندور في السيرش على مصر ونسيب مصر لوحدها. نقعد احنا بقى نعمل سيرش واكسكلود ونسيب الراجل اللي كان بيسال ده ونسيب الاودينس والبرزنتيشن تبوظ مننا. اكيد يعني مش هنعمل كده. طب هنحلها ازاي يعني؟ برضو هنعمل ايه؟ مثلا ممكن نعرضها على شكل بورد شارت، بس برضو البورد شارت مش انسب حل لان كده البينز هتبقى كتيره قوي، الدول اللي بتاخد ميداليات مش قليله يعني. طب وبعدين احنا كده عمالين المشكله تكبر معانا، هنعمل ايه؟ تعال نركز كده دقيقه واحده بس نركز. دي دول هنعرضها في ايه؟ خريطه. الموضوع مش محتاج. ساعتها بقى لما يجي عمو ده يخش تاني ويقول لي هي فين مصر، هروح حاطه الماوس على مصر وتطلع لي ال 28 ميداليه بتوعنا تاني. تمام، لقيت 28 فعلا. خلاص ما اختلفناش، بس ممكن نكمل موضوعي؟ ماشي لو سمحت. طب هي كده الغلطه فين في الاول؟ الغلطه كانت في العنوان، احنا قلنا له كل الدول، لكن احنا لو كنا قلنا اكثر الدول وشدينا تحت اكثر دي خط احمر، اتكلمنا قبل كده ان الالوان مهمه فمش هقول احمر ليه، انت عارف. طيب لو كنا شدينا بقى تحت اكتر دي خط كده ما كانش حد هيتكلم معانا، لان التري ماب فعلا بينت اكتر الدول. طب الماب العاديه هل بينت اكتر الدول؟ لا، هي بينت اكتر دوله بس، لان في مقياس لوني بيقول لنا ان كل مكان الموف غامق، هنلاحظ حتى ان يو اس اي لونها موف غامق قوي كده يبقى الدوله فيها كتير، لكن كل مكان الموف فاتح يبقى ما فيهاش كتير. بس التري ماب كانت احسن في الاكثريه، لكن الماب كانت احسن في ان احنا نعرف البروبورشن بتاعت كل الدول. عايز بقى مصر بقى تنزانيا السويد هندوس هنعرف. بس انت برضو كداتا اناليست وانت بتحدد اهدافك ما تنساش جمهورك والاودينس بتوعك، يعني افرض مثلا هما ما بيحبوش الخرايط، نحط لهم احنا بقى خريطه ونقزمهم. طب ليه؟ ممكن ساعتها نعمل اي حل تاني. فانت كده لازم تحدد اهدافك ولازم برضو تدرس الاودينس بتوعك.